احنا هناخد جزئيه جزئيه، يعني فعاليات المعرض كبيره ومتعدده ومتنوعه. خلينا ناخد جزء جزء علشان مشاهدينا يبقوا متابعين معانا كل اللي بيحصل. نقول لهم يعني كم دور نشر مصريه وعربيه وعالميه مشاركه؟ احنا عندنا 1200 دار نشر، تمام، ودي زياده كبيره عن السنه اللي فاتت رغم نجاح دوره السنه اللي فاتت، انما كان هناك حرص ان يكون المعرض هذا العام اكثر تميزا، اكثر نجاحا، اكثر مشاركه دوليه. 70 دوله، وده رقم قياسي في عمر معرض القاهره الدولي للكتاب، وده رقم دال ايضا، دال بيقول ان مصر رائده في ثقافتها، ان مصر مناره حقيقيه، وبالتالي لولا هذا ما كانت هناك هذه الثقه التي يمكن ان تستقطب 70 دوله. والحرص على مشاركه هذه الدول واظهار ثقافتها من خلال القاهره ومن خلال معرض القاهره الدولي للكتاب. احنا معانا دول جديده السنه دي، احنا كل سنه بنوعد ان احنا يكون معانا دول جديده بتنضم للمعرض للمره الاولى زي فنزويلا مثلا على سبيل المثال. امريكا اللاتينيه ده جناح وجزء كبير جدا. امريكا اللاتينيه السنه دي، وطبعا وبالتالي قارات العالم ممثله في معرض القاهره الدولي للكتاب هذا العام. الحقيقه لازم اقول حاجه، ان هذه الدوره تم الإعداد لها منذ مارس الماضي. نعم. على كل المستويات. ده مجرد انتهاء الدورة العام الماضي. بالفعل. لأن نجاح الدورة 54 والبصمة التي حققتها ثم رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حملت الجميع في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب مسؤولية كبيرة.